مرحبا، رح نحكي اليوم عن قصة شاب وصبية بحبوا بعضهم. الشاب حب يفاجئ حبيبته ويطلب إيدها بطريقة رومانسية. حابين تعرفوا القصة كلها؟ رح حط الفيديو بالأخير وأنا رح أعمل الحبكة، واللي هي راحوا على ديزني لاند، وبديزني لاند تبادلوا الصور واشتروا قوس ميكي ماوس وبجو رومانسي بوجود الأصدقاء. الشاب انحنى وحب يطلب إيد الصبية. البنت عم بتقوله شو عم بتساوي؟ قال عم بطلب إيدك. ما هون المفاجأة أبدا، البنت انبسطت، بس كمان كانت مخباية للشاب مفاجأة، وهيدي المفاجأة راح خليه يطير من الفرح. ما حدا رح يتوقع شو هي المفاجأة اللي عم يطلو يا الصبية. خلونا نتابع مع بعض الفيديو وقلوا لي بالتعليقات شو رأيكم بهيدا الموقف المزدوج اللي كان مخبايته الصبية. الفيديو روعة. Alright, look right here. Perfect. Oh my God! It's the بتمنى يكون الفيديو عجبكم، وبنوعدكم بفيديو عرسان جديد أحلى. انطرونا.